السلام عليكم أعزائي الطلبة. موضوعنا هو الغاز كروماتوغرافي الغاز. الغاز كروماتوغرافي هو حقيقة أحد أنواع. نخلي نتعرف أول مرة على طرق الكروماتوغرافي. عندنا البيبر كروماتوغرافي و thin layer chromatography TLC, liquid chromatography LC, high pressure liquid chromatography HPLC, واخيرا هو الغاز كروماتوغرافي GC اللي هو راح يكون موضوعنا الان. كيف يعمل الكروماتوغرافي؟ بالكروماتوغرافي مثل ما نعرف يعني عندنا طورين، طور الموبايل، طور المتحرك، وطور الستيشنري. والنموذج سامبل ينتقل من الطور بين الطورين الموبايل والطور الستيشنري. وممكن ان يكون الموبايل هذا طور الموبايل غاز او سائل ليكويد. والطور الستيشنري او الساكن ممكن ان يوضع في قلم عمود، يوضع في قلم او عمود. والطور الستيشنري عادة يعني ما يتفاعل ويا تطور الموبايل فيس او ويا النموذج. فالنموذج عنده فرصة انه يصير عملية انتر اكشن مع التطور الساكن اثناء حركتها، يعني اثناء حركتها يعني يصير انتر اكشن. هي قاعد تنتقل خلال التطور الموبايل، فأثناء حركتها بالطور الموبايل ممكن يصير انتراكشن مع الطور الستيشنري. فالنموذج اللي يصير لانتراكشن قوي راح يتحرك ببطء، أكثر بطء. والنماذج أو النموذج اللي انتراكت ويكلي، يكون انتراكشن أو تداخل، كلمة انتراكشن تعني تداخل، راح يبين موف مور كوكي، راح يبين يتحرك بسرعة أكبر. السبب أنه هذا، بسبب هذه الاختلافات، يعني معدل هذه الاختلافات الريتس، يعني معدل سرعة هذا الأنالايت عن هذا الأنالايت، راح تصير شنو؟ راح ممكن أن تصير عملية الفصل. إذن اعتمادا على حركتهم خلال حركتهم أو بالحقيقة توزيعهم بين الطورين الستيشنري والموبايل فيز. فهنا عندنا الكروماتوغرافي يعتمد على فيزيكال اكوليبريوم، توازن فيزياوي. نتيجة أنه السوليوت أو المادة المذابة تنتقل between the mobile and stationary phase. يعني المادة، النموذج الذائب او الانالايت ينتقل بين الطورين، الاستيجنري الطور الساكن والموبايل الطور المتحرك. وكي هو اللي سميناه ديستريبيوشن كوفيشنت، معامل التوزيع، اللي يساوي التركيز المولاري للماده او للانالايت بالطور الاستيجنري الطور الساكن مقسوم على التركيز المولاري للانالايت بالطور الموبايل او الطور المتحرك. نجي نشوف هذا الشكل. هذا الشكل عندنا المادة A مش اللي باللون الأزرق مرتبطة مع الطور الساكن، هذا نسميه adsorption. أما المادة الأخرى اللي هي A باللون الأسود، لا هي موجودة وين؟ بالطور الموبايل، موجودة بالطور الموبايل. فإذا distribution coefficient يمثل توزيع بالحقيقة، partition، توزيع
الانالايت بين الطورين. هنا بالكلم كروماتوغرافي يعني العمود ماله، فاذا كان يعني الطور الناقل المتحرك موبايل غاز او سائل راح نلاحظ انه اثناء حركتها بالموبايل الناقل يطور الناقل والطور المتحرك راح تظهر عندنا بعدين بيك شكل جاوسيان، جاوسيان كونسنتريشن. والبيك دلالة على أنه عندنا هذا مركب أنالايت، أنالايت توزع بين الاستيجنري باكينج فيز والطور الموبايل سواء كان غاز أو ليكويد. إذن يعني المادة هذه اللي هي الأنالايت مالنا توزع ما بين الطور الموبايل ناقل أو المتحرك والطور الاستيجنري أو الساكن، وهذه البيك تمثل وجود الانالايت. وايضا راح نتعرف على تفاصيل اكثر بخصوص هذه البيكات. فهنا نلاحظ يعني هذه السامبل يحتوي على عده مركبات، فراح يكون لكل ماده ديستريبيوشن كوفيشنت خاص بها. وراح تصير عملية يعني نشوف انه بالبداية هذه، بعدين مثلا هي مادتين، مادة باللون الازرق مثل مادة وباللون الاحمر مادة اخرى، بشوف ينفصلا بدأ فصل هنا صار فصل، فبعدين من تخرج خارج القلم اللي وش نصير لها احنا اكيد مخلين ديت اكثر بكشاف حتى يتحسس المادة المواد اللي تخرج من نهاية الكلم أو عمود الفصل. فيقول هنا المادة اللي تكون أكثر تطاير more volatile materials راح تحمل خلال العمود وتكون أكثر سرعة، بسرعة more rapidly. اللي أقل volatile راح تكون أقل، يعني المادة اللي تكون متطايرة أكثر راح تمر خلال العمود بسرعة والأقل راح تتأخر. هيجي هنا نلاحظ هذا يعني كل إشارة الديتكتر هاي ريسبونس، هذه مثل فترة الزمنية. فهنا عندنا هذا بيك وهذا بيك آخر وهذا بيك ثالث، كل بيك يمثل مركب. يقول الأول والثاني هنا شوف ما صاير عملية فصل بيناتهم بشكل كامل، were not completely separated الأول والثاني. ويقول بعدين بشكل عام البيكات هذه تكون أقصر وأعرض، shorter ووايدر بعدين مع with time مع مرور الوقت. إذن هذه مثل ما أقول هذه نتيجة مو خوش، نتيجة ليست جيدة، الفصل غير جيد. نجي إلى مفهوم الثيوريتيكال بليت أو نظرية الصفائح، النظرية الصفائحية. هذه النظرية يعني اللي أوجدها مارتن سينج هذه تعتمد على فتشي خيالي موجود في العمود الكروماتوغرافي. أنه موجودة هذه الصفائح أو نسميها layers أو الصفائح plates، يعني هي صفائح، وحركة المذاب خلال العمود تعالج على أساس يعني بشكل تدريجي. Theoretical plates أو الصفائح النظرية اللي يرمز لها بالحرف capital N هي تمثل مجر how efficiency يعني كفاءة العمود على فصل خليط من المركبات. How efficiency
efficiently, a column can separate a mixture into its component. يعني كفاءة العمود في فصل الخلية إلى مكوناته. وهذه تعتمد على retention time أو زمن الاحتجاز للمركبات. وتعتمد أيضا على العرض مالت البيك. عرض البيك. بس نلاحظ هنا أن هذا المقصود بعرض البيك WB هذا العرض. هاي هنا مماس وهذا مماس ثاني يتقاطع بهاي النقطة يتقاطع بهاي النقطة على المحور X. هذه مثل WB عرض البيك. هاي واحد. معلومة الأخرى TR اللي زمن retention time زمن الاحتجاز اللي مثل القمة هذه تقاطعين من المحور Y TR. فريد تحسب عدد الصفائح النظرية يقول تساوي قانون هذا 16 مضروب في TR مقسوم على WB تربيع. هذا مثل الافيشنسي مالت العمود كفاءة العمود. وهذا مثل ما قلنا هذا البيس لاين هذا البيس لاين. هنا عندنا كروماتوغرام اثنين هذا وهذا. فنلاحظ هنا TR ثابتة TR column radius narrow. هذه هنا نلاحظ البيك يعني WB أصغر من WB هنا اللي هو شنو قلنا عرض البيك. فبالحالة راح تكون إذا تباوع لهذا القانون 16 في TR فإذا زاد المقام عرض البيك راح تقل عدد الصفائح وبالتالي راح تقل كفاءة العمود. في حين إذا 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 أما إذا قلت WB قلت يعني قيمة الكسر راح تزيد فعدد الصفائح راح تزداد وبالتالي الإفشنسي أو كفاءة العمود راح تزداد. إذن لها علاقة بالعرض. فهنا كفاءة الفصل والعمود أفضل من هنا بسبب أن WB هنا أكبر من الحالة هنا. واضح؟ فالبيكات اللي تكون أعراض راح تكون أقل efficient راح يكون عدد الصفائح أقل smaller in value مثل ما وضحنا قبل قليل. هذه يعني الصفائح هذه CV تشبه المنقل يعني تري صينية. هذه بأبراج التقطير أبراج التقطير لتستخدم بالمصافي أو بالمجمعات البتروكيميائية. هذه تري صفيحة أو صينية ثقوب. نأخذ هذا السؤال يقول عندنا تحليل المبيدات اللي تحتوي على الكلورايد أعطت بيكات ويا ريتينشن تايم 8.86 دقيقة والبيس لاين وذ عرض البيك 0.29 مينت بالزمن وحدات زمن دقائق. المطلوب هاو ماني ثيوريتيكال بليتس يقول احسب عدد الصفائح النظرية الموجودة بهذا الفصل علماً أنه العمود استخدم طوله مترين long. بعدين يريد مطلوب آخر what is the high of the theoretical plate ما هو ارتفاع الصفيحة النظرية. احنا عندنا قانون N عدد الصفائح يساوي 16 TR على W تربيع ف TR 8.68
منت مقسومة على دبليو دبليو اللي هي 0.29 لو كان يعني الوحدات هذه كانت دقائق لو كان هذا بالدقائق وهذا بالثواني لازم تحولها انتبه لهذه النقطة والكل تربيع تربعة فيطلع لنا 14300 صفيحة نجي إلى الهاي أو ارتفاع الصفيحة النظرية عندنا أيضا قانون L over N H ارتفاع الصفيحة يساوي L طول العمود مقسوم على عدد الصفائح فعندنا 2 متر في ألف مليم يعني حولها إلى مليمترات متر حولها إلى مليمتر مربع في ألف يعني 2000 مليمتر مقسومة على عدد الصفائح 14300 صفيحة فراح يطلع لنا 0.14 مليم لكل صفيحة هذا هو ارتفاع الصفيحة مو مليمتر واحد ولا نص مليمتر 0.14 14%. هنا هذا السؤال المطلوب به ريزوليوشن. ريزوليوشن هو الفصل ما بين البيكات يعني مثل ما لاحظنا من الساعة قبل قليل بالسلايد البيكس ما مفصولة incompletely separation ما مفصولة بشكل جيد فمعناها مخش فصل يفترض يكون البيك كامل لكل واحدة الواحدة فيقول عندنا هذا القانون أنه R resolution يساوي 2 delta TR delta TR على WB زائدا WA يعني عرض البيك B زائدا عرض البيك A فهنا نقرأ سؤال يقول أنا زيت الليمون بيك مالته ليمونين retention time 8.36 هذا واحد منت والبيس لاين عرضه 0.96 منت جاما تربينين اليوتس ات يعني خرجت من العمود ب 9.54 منت دقيقه والبيس لاين هذه what is the resolution between the two peaks resolution فعندنا البيك الثانية احتاجت وقت أطول هذه دلتا توتي ناقصا البيك الأولى فترة هذه البيك الأولى هذا 8.36 مضروبة في 2 2 على 64 اللي هو عرض البيك الثانية وعرض البيك الأولى فطلع ريزوليوشن 1.48 يعني إيش قد البيكات مفصولة عن بعضها باو هنا 1.5 شو الفصل بيك كامل وهذا بيك ثاني هنا ريزوليوشن ممتاز هنا لا مو زين مخش فصل هذا أيضا مخش فصل واضح اذا هذا المقصود بالريزوليوشن انه البيك عن بيك مفصوله وكامله هذا فصل incomplete غير كامل هذا المقصود بالريزوليوشن الجاز كروماتوغرافي يعني يكون جيد للمواد المتطايره اللي تكون يعني درجه غليانها اعلى شيء اعلى حد هو 250 درجه مئويه يستخدم 0.1 إلى 1 مايكروليتر من النموذج و 0.1 إلى 1 مايكروليتر أو 1 إلى 10 مل إذا كانت المادة النموذج مالتك بخار ممكن أن يعني يقيس أقل من 1 ppm بواسطة يعني الديتكتر و ممكن أن يكون الحقن الانجكشن والحصول على البيانات بشكل أوتوماتيكي بشكل يعني تلقائي تطلع النتائج.
عندنا انواع الغاز كروماتوغرافي، عندنا جي اس سي اللي هي اللي يكون بها العمود مملوء بماده صلبه سوربنت ستيشنري فيس مثل ستيشنري سبورت بارتيكلز. زين هذه غاز سوليد كروماتوغرافي. اما نجي الى جي ال سي غاز ليكويد كروماتوغرافي، هذه جسيمات او بارتيكلز مغطاه with thin liquid layer، يعني جسيمات صلبه مغطاه بطبقه رقيقه من السائل. غاز ليكويد كروماتوغرافي هذا نحكي عليه من على الطور الستيشنري، طور الساكن. الغاز كروماتوغرافي النموذج ممكن قلنا يكون نموذج يكون غاز او سائل يحقن انجكتد بتيار من غاز خامل اللي يعتبر الموبايل فيز او يسمى بالكارير غاز، غاز الناقل. النموذج راح يعني بعد ما يحقن يذهب، يعني مساره راح يكون الى العمود كلام عمود الفصل. عندنا نوعين أعمدة فصل، أما باكت معبى أو كابيلاري شعري اللي في داخلات راح تتم عملية السفريشن أو الفصل اللي تعتمد على قابلية الأنالايت ديستريبيوت، يعني توزع بين الموبايل وستيشنري فيس مثل ما ذكرنا سابقا على معامل ديستريبيوشن كوفيشنت. عادة الكارير غاز يستعمل قلنا غاز خامل مثل الهيليوم الأرغون أو النيتروجين N2، إن هذه خاملة كيميائيا باتجاه النموذج واتجاه الطور الساكن من هي هذه الغازات. فبالعمود المعبأ باكت كولوم يكون الموبايل فيس، سرعة الموبايل فيس تتراوح من 25 إلى 150 مل بالدقيقة، هذا بالباكت كولم 25 يعني ضمن هذا الرينج. في حين بالكابيلاري كولم النوع الآخر من الأعمدة اللي سميناها بالأعمدة الشعرية تكون السرعة الفيلوسيتي هي من 1 إلى 25 مل بالدقيقة. خلي سؤال، كيف تحسب سرعة جريان الماء في الأنبوب عمليا؟ هذا السؤال خليته حتى أريد الطالب يفكر كيف يحسبها، يعني شوف هي السرعة هنا شلون نحسبها، مل على منت، مل على منت، تمام؟ ففكر أنت شلون تحسب سرعة جريان الماء. الأعمدة هي الجزء الأساسي اللي تتم به عملية السيبريشن أو الفصل. الأعمدة يكون البودي ماله يعني أما مصنوع من الزجاج glass أو مادة ستانلس ستيل أو نحاس أو ألمنيوم، ويكون الطول العمود من مترين إلى 6 أمتار، والقطر الداخلي مالته من 2 إلى 4 ملم. وتستخدم طحالب المتحجرة ممكن أن تكون أو السيليكا، السيليكا هي تكون الطور ستيشنري. النقطة الأساسية بالموضوع هنا أنه هذه المادة اللي هي الطور الساكن اللي وصلتها صلبة تعتمد على البورس، المسامات الموجودة، المسامات الموجودة على السطح والمساحة السطحية surface area. هذين النقطتين كلش مهمة، يعني هاي المادة الصلبة لها مسامات ولها مساحة سطحية بحيث أنه 0.5 يعني نص إلى 7.5 متر مربع
لكل غرام، يعني هذا يمثل مساحة لكل غرام. فراح توفر شنو؟ توفر مثل ما أقول مجال للتماس بين الطور المتحرك والطور الاستيشنري. إذا أجرينا عملية هايدروليزد للطبقة هذه اللي قلنا عليها طحالب متحجرة اللي تحتوي على سيلانول جروب اللي هي SIOH اللي يوفر أكتف سايتس اللي يصير بها عملية أدزورب سوليوت adsorption اللي احتيناها قبل، قلنا على المادة أي باللون الأزرق والمادة أي باللون الأسود، أن المادة باللون فقد الأزرق هي اللي مرتبطة adsorption مع طور ساكن، يعني adsorb solute يعني المادة المذابة اللي صارت عملية adsorption جزيئات وين في غاز solid chromatography. هذا هو الباكت كلام اللي حكينا عنه، شوفه واللي قلنا طوالهن من 2 الى 6.8 متر، يعني هذا سبايرال ملفوف انه يصنع من الزجاج الومنيوم او نحاس. الغاز ليكويد كروماتوغرافي ليكويد غاز ليكويد الفصل يقول يعتمد على البارتيشنينج على توزيع السوليوتس المواد الذائبة بين الغاز اللي هو يمثل الطور المتحرك او الموبايل والليكويد ستيشنري فيس كوتيد اون ذا سوليد باكينج ماتيريال. إذن يعتمد على توزيع المواد الذائبة بين الطور الغازي اللي هو مثل طور الموبايل والطور الاستيشنري اللي هو سائل مغطي مادة صلبة coated مغلف مادة صلبة، هذا يسمى gas liquid chromatography، يعني المادة الصلبة مغطاة بطبقة رقيقة من السائل مثل ما أخذناها بكروماتوغرافي 1 أو 2 وضحناها. فهنا يقول حتى نتجنب عملية الأدزوربشن مع السوليوت جزيئات السوليوت المذاب على الباكت ماتيريال لازم نسوي دي أكتيفيشن للسيرفس بواسطة سالينايزينج شنو بداي مثل داي كلورو سايلين وبعدين نغسلها، يعني نسوي دي اكتيفيشن نخلي السطح غير نشط قبل ما نسوي له عملية كوتينج بالمادة قلنا الطبقة الرقيقة من مادة سائلة لازم نسوي له دي اكتيفيشن. فهذا هو الاس اي سيليكون او او اتش نخليه يتفاعل مع داي مثل داي كلوروسايلين SiCH2Cl2 راح يتحرر HCl ارتبط ثم بعدين يغسل بالكحول المثيلي ميثانول فراح يطلع هذا الكلور ويحل مع H ويرتبط RO. فبالحالة خلينا شنو السطح، يعني هذا مثال لهذه الذرة والبقية الذرة كلها نسوي لها دي اكتيفيشن ما أصبحت OH هيدروكسيلية لا R اللي هو مجموعة الكيلية تمام غير فعال، هذا دي اكتيفيشن حتى نقدر نسوي لها عملية كوتينج نجري عملية الكوتينج لها لازم نسوي لها تسبق عملية دي اكتيفيشن. ايضا هذه صوره اخرى للعمود وهذه داخله بين البارتيكلز المعبأ باكت معبأ
البارتيكلز هذه عبارة عن بيدز، كرات، يعني كرات من مادة صلبة. بيدز تعني أيضا نفس الكلمة تنطبق على السبحة، هذه السبحة اللي يستخدموها الشباب يسبح وكذا، بيدز. فهذه الكرات اللي يعني عمود معبأ بشكل يكون مقطع هذا عربي. بالباكت ماتيريال الاستيجنري الطور الساخن يكون يعني طبقة رقيقة، اي، واقطارها تكون يعني سمول دايمتر، قطرها يكون قليل. النماذج اللي تحقن تكون حجمها من 0.1 الى 10 مايكروليتر تحلل بالباكت كلمس. احنا جاي نحكي كفاءته عادة تتراوح ما بين يعني يحتوي على 2000 صفيحة لكل متر او 3000 الى 10000 صفيحة نظرية. هذاك الباكت. الكابيلاري كولوم او الاعمدة الشعرية، الاعمدة الشعرية هذه بها عدة انواع، open tubular columns او الاعمدة الانبوبية المفتوحة، عادة يعني يصنعوها من مادة السيليكا المنصهرة وتتغطى بمادة بوليمر في البولي أمايد. ممكن أن يكون طولها، شوف الطول 100 متر اللينث طولها، والقطر الداخلي مالها من 150 إلى 300 مايكرو متر. هذا بالنسبة لـ FSOT. كابيلاري كولوم عندنا أنواع، Wall Coated Open Tubular، يرمزونها Wall Coated Open Tubular WCOT. هذا يحتوي على ثين لاير، طبقة من سائل اللي هو الستيجنري مثل، عادة تكون سمكها 0.25 مايكرومتر. هذه ايه تغطي السطح الداخلي للتيوب، يعني هنا العمود الشعري الكابيلاري كولوم مثل ما ذكرنا سابقا بمحاضرة الكروماتوغرافي واحد او اثنين، انه تكون طبقة رقيقة تغلف البطانة الداخلية للتيوب، يعني هو هذا كابيلاري تيوب، هذه WCOT. النوع الاخر يسمى SCOT اللي هي Support Coated Open Tubular Column SCOT. يقول الثين لاير هذه of the solid support، مادة صلبة مثل قلنا التراب دياتومي، مغطاة بسائل اللي هو مثل الطور الساكن، اي مرتبطة ايضا بالانر وول، بالانر وول. الكابيلاري كولومز تنطي يعني تكون كفاءتها افضل بالفصل من الباكت كولوم. وهنا نسب هذا الشكل يوضح لنا الفكرة بشكل اوضح. يعني هذه رسومات، لاحظ عزيز الطالب، هذا هو اللون الاسود مثل كابيلاري كولوم اللي هو العمود الشعري، وهذا باللون الازرق الفاتح مثل الطور الساكن اللي هو ليكويد، وهذا الرصاصي مثل المادة الصلبة المسامية، وهذا اللي ازرق هذه مثل المادة الصلبة الساندة للاستيجنري. يعني فسنلاحظ هنا WCOT، WCOT Wall Coated Open Tubular، انه عندنا هذا الانبوب الكابيلاري الشعري وبداخله ليكويد طبقة رقيقة من السائل. هذا نوع. النوع الثاني PLOT اللي هي Porous Layer Open Tubular، فتلاحظ ايضا هذا الانبوب الكابيلاري وهذه الرصاص تمثل المادة الصلبة المسامية، Porous Solid Support.
بس اذا هنا عندنا سائل طبقه رقيقه على الجدار، وهذه الاباده بساميه صلبه على الجدار الداخلي بهالشكل. هاي بالكابيلري قاعد نحكي. النوع الثالث SCOT اللي هي Support Coated Open Tubular OT Open Tubular Support Coated. تلاحظ يا عزيزي الطالب هذا الانبوب الكابيلري وهذه البارتيكلز اللي هي مادة الصليبة المسامية ومغطاة بطبقة رقيقة من السائل. يعني اساس اتوقع صارت عندك فكرة واضحة عن الانابيب الشعرية عفوا الاعمدة الشعرية كابيلاري كولونز، انه عندنا هذا النوع WCOT طبقة رقيقة من سائل على الجدار. هنا لا مادة صليبة فقط PLOT. SCOT هذا مادة صليبة مغطاة بطبقة سائلة رقيقة. عندنا ال FSOT اللي هو النوع الرابع. النوع الرابع هذا Stationary Phase هذا هنا، وهذه الأصفر هو Fused Silica، سيليكا منصهرة يعني مندمجة Fused هذه، يعني إذن هذا Stationary الطور الساكن وهذا Fused Silica طبقة فوقه وال Poly Imide كوتينج، وهذا هو مغلف ببوليمر بولي إيميد كوتينج مغلفة. إذن هذا هو عبارة عن يقول الـ inner surface of fused silica layer polymer هذا و thickness chemical thickness كذا نعم silicon polymer used poly xyloxane بولي زايلوكسين. هذا النوع من الانابيب من الاعمده الشعريه اللي هو FSOT. صار عندنا اربعه انواع من الاعمده الشعريه. هذا الشكل هنا يوضح ال GSC اللي هي adsorption الامتصاص Adsorption Chromatography يعني Gas Solid Chromatography هنا هذا الشكل Adsorption هنا Gas Liquid Chromatography هنا Partition توزيع هناك بالGas Solid يصير Adsorption على المادة الصليبة، أما إذا كانت المادة سائلة فصير Partition توزيع. لاحظ partition توزيع يعني هذا مثل الطور السائل وهذا طور الموبايل، تصير عملية توزيع للسوليوتس between two faces بين الطورين. بالنسبة لي most important factors بالغاز كروماتوغرافي يعني أهم عامل بكروماتوغرافي الغاز هو اختيار selection the proper column، يعني اختيار العمود المناسب اللي معناته شنو يعتمد على stationary phase اللي راح يتم بها عملية الفصل. فيقول هذه يعني تعتمد على solubility ذوبانية، عم قلنا gas liquid chromatography أو adsorbability الامتصاصية مالت الانالايتس هاي بالغاز solid chromatography، القطبية قطبية الطبقة الساكنة stationary phase، والmolecules مالت النموذج، بعد الأواصل الهيدروجينية hydrogen bonding، والتداخل specific chemical interaction تداخلات الكيميائية المعينة. هذه راح نشوفها لاحقا أشرحها على الشكل. نجي على يقول الـ common gas chromatography stationary phases
يعني المواد الشائعة اللي تستخدم كطور ساكن بالكروماتوغرافي الغاز، السكوالين بولاريتي مالت نون بولار، هذا التركيب ماله الكين، الابيزون ايضا الكين، بولي داي ميثيل زايلوكسين، هذا بولي داي ميثيل زايلوكسين بوليمر، هذا القطبيه مالته واطيه، وهذه تطبيقات الشيخ يفصل مواد اللي يفصلها. هذا الاسم التجاري. عندنا البولي فينول مثل زايلوكسين، بولي فينول مثل زايلوكسين ايضا بوليمر، اشوفها صار عندنا نوعين بوليمر. ثلاثه البورس بوليستايرين بيدز، بوليستايرين هذا ايضا بوليمر، بولي ستايرين قطبيته وسط، يستخدم لفصل الكحولات والجليسرول والاسترات والكيتونات والالديهايدات. ايضا عندنا البولي اثيلين جلايكول، بولي اثيلين جلايكول اللي هو CH2CH2ON، هذا البولي اثيلين اللي وزنه بزيته يتراوح ما بين 1500 الى 2000. هذا تمثل الاستجنريفيز، هذه المركبات اللي تستخدم بالغاز كروماتوغرافي. السكوالين اللي حكينا عنه هو بالحقيقه 30 ذره كربون، هذا 30 ذره كربون، 62 ذره هيدروجين. السكوالين يحتوي على عناصر مزدوجه، هذا شكل ونفسه هذا، يعني هذا السكوالين هيدروكربون مشبع، قطبية مالته نامبولر. وهذا هو الأنبوب الكابيلاري كولوم، العمود الشعري، شوف قلنا بحدود 100 متر يوصل طوله، يلف شوف القطر مالته وكأنه سلك، يعني سلكي الأسلاك مالت الكهرباء النحاسية مشابه له، يعني تعطيك فكرة عن شكل الكابيلاري كولوم. الكابيلاري كولوم يعني مزايا قياسا أو مقارنة بالعمود المعبأ باكت كولوم، أنه الريزوليوشن مالته أعلى، وقت يأخذ أقل تايم، حساسية مالته أكبر. الديزادفانتج يعني النقاط السلبية مالته مقارنة تكون smaller sample capacity، يعني ياخذ نموذج كلش قليل ويحتاج الى، يعني اللي يشتغل عليه يحتاج اكثر خبره اكثر. الكابيلاري كولومز الاعمده الشعريه تحتوي على اكثر صفائح نظريه لكل متر أكثر من العمود المعبأ الباكت كولوم، معناها كفاءة تكون أكثر. مثلا يقول 50 متر كابيلاري كولوم، 50 متر طول، و 3000 بليت لكل متر، 3000 صفيحة، عندها 150 ألف صفيحة نظرية، وبيك الكاباسيتي هي بحدود 380، والقطر الداخلي مالتها عمود typical less than 0.01 مايكرو لتر. نعم، يعني هذه الكمية اللي يحتاجها طبعا مثل ما شفتوا انتم. هنا انا مقارن ما بين الانواع المختلفة من الكابيلاري كولومز، FSOT WCOT SCOT، وهذا العمود المعبأ من حيث الطول، من حيث القطر الداخلي، من حيث الكفاءة يعني عدد الصفائح لكل متر، من حيث total plates عدد كل الصفائح، حجم النموذج، الضغط الرجعي relative back pressure، السرعة relative، الكيميكال internal والflexibility.
فماخذ مجموعة من العوامل مقارن لكل واحد مع الآخر. هذا الجدول يعني مقارن ثلاث أنواع من الأعمدة الشعرية مع العمود المعبأ باكر. عسل مثلا هنا من 10 إلى 100، من 10 إلى 100، 10 إلى 100، هذا أطوالها. هنا من 1 إلى 6 متر المعبأ. شوف الكفاءة مثلا 2000 إلى 4000 صفيحة بالمتر، هذه 1000 إلى 4000، 600 إلى 1200، 500 إلى 1000، يعني هذا أكثر كفاءة efficiency، عدد الصفائح وهكذا. وشكرا لحسن مشاهدتكم وإصغائكم أعزائي الطلبة.